السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم المهندس علاء الدين الإردواز الفدي للتكييف. الفيديو التوضيحي لتوريد وتركيب أنظمة التكييف الكونسيلد المخفي بمشروع وكالة أسوزو بمدينة جيزان. الساعة التبريدية للمشروع 75 طن تبريد، متمثلة في 15 ماكينة، قدرة كل ماكينة 5 طن تبريد. طبعا ماركة الماكينات LG Inverter. طبعا يمكن من البداية تم عمل كوردينيشن والتنسيق بشكل جيد مع أعمال الدفاع المدني وأعمال الفاير فايتنج لكي نحصل على المنظر الجمالي. يعني زي ما احنا شايفين هنا المسافات ما بين الضغطات مسافات متساوية بشكل جيد جدا، وتم توزيع الجريلات بالكامل X2XX لكي تتماشى مع المنظر الجمالي بشكل جيد جدا. وطبعا كنا من البداية ومبدأنا دايما السلامة أولا. يمكن جميع مجاري الهواء تم تركيبها بكرين، وده أدى إلى إنجاز في الوقت، ممكن يكون مكلف في التكلفة المادية علينا، ولكن احنا مبدأنا السلامة أولا. وبالتالي هنا في أعمال السقالات دلوقتي جاري تركيب الكولر الخاص بالجريلات فقط، ومن ثم تركيب القماش، ولكن مجاري الهواء كلها تم تركيبها عن طريق الكرين. دلوقتي أعمال بسيطة جدا زي تركيب الكولر الخاص بالجريلات اللي احنا شايفينه ده، بالإضافة إلى تركيب طبقة القماش فيما بعد. وطبعا زي ما احنا شايفين هنا التناسق ما شاء الله تبارك الله ما بين الماكينات، وتم تركيب الماكينات ماركة LG Inverter على أعلى مستوى. وطبعا حريصين في أماكن الصيانة فيما بعد. طبعا هنا ال 15 ماكينة بالفعل راكبين في الدور الميزانين، وهنا في هذا الجزء عندنا دبل هايت. ما شاء الله تبارك الله. طيب يا مهندس علاء، الارتفاع احنا شايفينه عالي جدا 8-9 متر، ايه الحل في عملية الصيانة؟ طبعا دي حاجة ما تفوتناش على الاطلاق، لانه يمكن الصيانة تمثل 30-40% من نجاح المشروع. يعني لازم اي عميل قبل ما يخوض تركيب انظمة التكييف يفكر في الصيانة الوقائية. طيب احنا مسكنا مع العميل، طبعا بيتم عمل سلم هنا في هذا المكان، ويتم تركيب زي شيت حديد كده، زاوية حديد بالكامل تحت أسفل الماكينة في هذا الجزء، وبالتالي نقدر بعد كده بكل سهولة. طبعا هيركب هنا، هيكون في أرمسترونج أو جيبسون بورد هيكون فوق السقف، هيركب زي قاعدة حديدية تحت الماكينات بسلم لكي يتم عمل الصيانة فيما بعد. طبعا رقم واحد قبل ما بنفكر ان احنا نركب التكييف بنفكر في الصيانة وخدمة ما بعد البيع، لانه زي ما اتفقنا انه 30-40% من استمرارية نجاح المشروع احنا عندنا مبدأنا الحمد لله رب العالمين في خدمة ما قبل البيع. كل حاجة بتتم على اعلى مستوى، عملية الدكتات بتتم بالحسابات الهندسية عن طريق الدكت سايزر، ده رقم واحد. رقم اتنين جريلات الهواء، المقاسات الخاصة بمجاري الهواء كلها حسابات فنية، قدرات المكاين بيتم الحسابات الخاصة بالساعة التبريدية للمكان على أعلى مستوى عن طريق المكتب الفني. وأيضا بنكون حريصين لما نركب المواسير النحاسية وتوصيلها مع الوحدات الخارجية، بيتم عمل اختبار للمواسير النحاسية على ضغط من 250-300 PSI للتأكد من عدم وجود تسريب على الإطلاق. وبالتالي احنا بنكون حريصين في خدمة ما قبل البيع ان احنا نعمل أعمالنا على أعلى مستوى، طبعا لأنه هدفنا التميز ومحور اهتمامنا رضاء عملائنا. وده كان فيديو توضيحي لتوريد وتركيب أنظمة التكييف الكونسيلد المخفي مع الضغط الدائري بمشروع وكالة إسوزو بمدينة جيزان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي المهندس علاء الدين الإردواز الفدي للتكييف.